محاضرة النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Bacteria causing upper respiratory tract infection. يبقى أنا في المحاضرة بتكلم عن بكتيريا بس، مش بتكلم عن viruses، وبتكلم عن البكتيريا اللي هي بتعمل infection في upper respiratory tract. Upper respiratory tract اللي هم النوز والفارنكس واللارنكس والسينوسز، يبقى المنطقة اللي هي اللي فوق بعيدة عن اللنج أنا بعتبرها upper respiratory tract. فهنبتدي المحاضرة وهناخد examples للبكتيريا. طبعا في بكتيريا كتيرة بتعمل infection، في viruses بتعمل infection، هتاخدوها في محاضرة تانية ان شاء الله. فهنتكلم عن examples بس لبعض البكتيريا اللي بتعمل لي infection في upper respiratory tract. دي صورة بتبين لي upper respiratory tract وبتبين لي اماكن السينوسز. السينوسز احنا عندنا الفرونتال وعندنا الاثمويد وعندنا المجزيلاري، فنعرف فين السينوسز ونعرف ايه هو الابر ريسبيرتوري تراكت. هنتكلم عن الميجور كلينيكال مانيفستيشنز اوف ابر ريسبيرتوري تراكت. ممكن عن طريق المانيفستيشنز نعرف بس الانفكشن في انهي منطقه في الابر ريسبيرتوري تراكت، لكن بعد كده لما ناخد البكتيريا كل بكتيريا هنلاقي ممكن معاها اذر كلينيكال مانيفستيشنز. طبعا كلمة ايتس في الاخر دي معناها انفكشن. الحاجة المشتركة فيهم ان بيبقى فيه انلارج لينفنود، لان احنا كنا خدنا في الايمينولوجي ان المايكرو اورجانيزمز بتتصرف من المكان بتاعها عن طريق الليمفاتكس للريجنال لينفنود. يعني مثلا لو التونسلز هلاقي السب مانديبولار لينفنود هي الانلارجت، او الفارينكس برضو هلاقي السب مانديبولار لينفنود انلارجت. الحاجة المشتركة كمان يبقى فيه فيفر، لان معنى ان في فيفر يعني في اورجانيزم دخل، يعني الاميون سيستم اشتغل فعمل لي الفيفر. يبقى الحاجه المشتركه فيهم ان في فيفر وفي انلارج لينف نود. علشان اعرف انهي منطقه هي اللي جه فيها الانفكشن، لو انا عندي التونسلز طبعا هلاقي، احنا عارفين المكان بتاع التونسل، فهنلاقي فيه difficult swallowing نتيجه ان التونسلز بتبقى انلارجد، فبيبقى فيه difficult swallowing. لو انا عملت examination هشوف التونسلز انلارجد وريد نتيجه الانفلاميشن. لو في الفارينكس هلاقي برضو نفس الموضوع، هلاقي برضو difficult swallowing، لكن لو انا عملت examination هلاقي التونسلز لا مش enlarged، لان المشكلة عندي في الفارينكس. ممكن الاقي كوف نتيجة ان في secretion، السكريشن دي بتعمل irritation فممكن بيبقى فيه معاه كوف. لو جينا للارينكس، اللارينكس طبعا مسؤولة عن الفويس، فلو حصل فيها inflammation وinfection هلاقي فيه hoarseness of voice، ممكن الاقي برضو معاها كوف. لو sinusitis، السينوسز بيبقى فيه انفكشن، ونتيجة الانفكشن بيبقى فيه فلويد، والفلويد اللي هو بيبقى بيعمل بريشر في المنطقة بتاع السينوسز، فبلاقي دايما فيه بريشر، فيه بين في المنطقة بتاع السينوسز، وهلاقي فيه هيدك، وممكن الميوكس بتاع السينوسز بيروح للفارنكس، وممكن الاقي فيه شوية كف لكن مش كومن. فأغل أكتر حاجة كومن في السينوسايتس اللي هي الهيدك، وبيبقى هيدك مميز وبيبقى كاركترستيك في الأماكن اللي هي بتاعة السينوسز اللي شفناها قبل كده، وممكن يبقى معاها نيزل كونجيش. دي examples لل upper respiratory tract infection بكتيريا. طبعا الستريبت والستاف كومن، واحنا خدناهم كتير قبل كده في كذا infection. عندنا النهارده في الهيموفيلس انفلونزا وهناخدها ونشرحها بالتفصيل، في البوردوتيلا بيرتاسس اللي بتعمل لي هوبن كاف او السعال الديكي، في الدفتيريا، والدفتيريا دلوقتي الحمد لله قلت ما بقتش كومن زي الاول، في المراكزيلا كاتاراليز، وفي بعض الاناروبس. فدول الكومن. في حاجات تانية مش كومن برضو بتعمل لي الانفكشن. هناخد كام واحده النهارده ونشوف التفاصيل بتاعتها. اول حاجه هناخدها اللي هي الهيموفيلس انفلونزا. كل مايكرو اورجانيزم بيبقى ليه حاجه كاركترستيك فيه مختلفه عن بقيه المايكرو اورجانيزم. هنا الهيموفيلس فيه كذا حاجه مميزه. اول حاجه في الهيموفيلس انفلونزا ان هي ما بتسببش انفلونزا، ويا ريت نفتكر علشان دايما بتغلطوا في الموضوع ده. بتشوفوا الاسم بتاعها هيموفيلس انفلونزا بقيت ديزيز الديزيز انفلونزا، لا الهيموفيلس انفلونزا ما بتسببش انفلونزا. طب ليه مسمينها بالاسم ده؟ لان هي الهيموفيلس انفلونزا اكتشفوها في وقت كان في اوت بريك لانفلونزا، كان في انتشار لميكروب الانفلونزا، وكانوا قاعدين بيدوروا على المايكرو اورجانيزم اللي بيسبب الانفلونزا،
فهو اكتشفوها في الوقت ده ولقوها موجودة، فافتكروا ان هي بسبب الانفلونزا، فراحوا سموها هيموفيلس انفلونزا. بعد كده لقوها ان هي مش هي السبب، فمرضيوش يغيروا الاسم بتاعها. فنفتكر دايما ان الهيموفيلس انفلونزا ما بتعملش انفلونزا. تاني حاجة كلمة هيموفيلس، كلمة طبعا هيمو يعني بلاد، فيلس يعني لافر. الهيموفيلس انفلونزا لاف البلاد، فلما نعرف ان هي لاف البلاد يبقى لما اجي افتكر الكالتشر بتاعها يبقى لازم الجروس بتاعها يبقى على بلاد، يبقى من الاسم بتاعها هيموفيلس. انا مش هحفظ، انا هعرف هيموفيلس يعني دي بتحب البلاد، يبقى لازم يبقى في بلاد ميديا، لازم تبقى الجروس على بلاد. هي بتحب الفاكتورز الموجودين في البلاد اللي هم الاكس والفي، فالاكس والفي الموجودين في البلاد لازم يبقوا موجودين عشان هي يحصل لها جروس. يبقى دي اول حاجه مميزه في الهيموفيلس انفلونزا. طبعا اي اورجانيزم لازم نعرف ايه الشكل بتاعه ونعرف هو ايروبيك ولا انيروبيك. الهيموفيلس انفلونزا ايروبيك يعني بتحتاج الاكسجين في الجروس بتاعها. جرام نيجاتيف رودز يعني تحت الميكروسكوب هلاقي لونها ريد، لونها احمر. نورمالي هي موجوده كفلورا في النوز والفارينكس. وخدنا يعني ايه فلورا، يعني اورجانيزم موجود في المكان بتاعه، حاجز المكان بتاعه، قاعد بيتغذى عن نيوترنس، بيمنع اي بكتيريا تانية ان هي تيجي في نفس المكان. لكن المايكرو اورجانيزم ده لو اتحرك من مكانه وراح مكان تاني فبيسبب انفكشن، وده اللي بيحصل في الانفلونس انفلونزا. هو موجود كنورمال فلورا في النيز، في النوز والفارينكس، لكن لو اتحرك من مكانه وراح للاير او راح للساينسز هيعمل لي انفكشن. يبقى الهيموفيلس انفلونزا موجودة كفلورا في النوز والفارينكس، لكن بتعمل لي انفكشن في الاير، هتعمل لي اوتيتس ميديا، التهاب في الاذن الوسطى، وهتعمل لي ساينوسايتس، التهاب في الساينسز. في انواع من الهيموفيلس انفلونزا، انواع ليها كبسول وانواع ملهاش كبسول. اللي ملوش كبسول هو اللي بيعمل لي الانفكشن. يبقى اهم حاجه في السلايد دي ان نعرف الهيموفيلس انفلونزا ما بتعملش انفلونزا، نعرف ان هي بلاد لافر بتحتاج الاكس والبي جروس فاكتورز الموجودين في البلاد، ان هي موجوده كنورمال فلورا ولكن بتعمل لي انفكشن لو هي اتحركت من المكان بتاعها راحت لمكان تاني، هتعمل لي اوتايتس ميديا وتعمل لي ساينوسايت. بعد كده هنعرف الفيريولانس فاكتورز بتوع الهيموفيلس انفلونزا. يعني ايه فيريولانس؟ الفيريولانس الحاجه اللي عند المايكرو اورجانيزم اللي بتساعده ان هو يعمل انفكشن ويحصل له انتشار في المكان اللي هو فيه. اول حاجه الهيموفيلس انفلونزا الاي جي اي بروتيز. احنا كنا خدنا في الانتي بوديز ان في 5 انواع من الانتي بوديز، من ضمنهم الاي جي اي، والاي جي اي كنا بنقول عليه سكريتوري عشان في نوع منه سكريتوري اللي هو موجود في السكريشن. فالاي جي اي ده عباره عن انتي بودي موجود في السكريشن بتاع الابر ريسبيرتوري تراكت، وهو ده من الحاجات اللي ممكن تمنع الاورجانيزم ان هو يحصل له جروس. فهي عندها اي جي اي بروتييز بتفرزه، فالاي جي اي بروتييز ده بيكسر الاي جي اي، بيكسر الانتي بودي، فبالتالي بتحمي نفسها من الانتي بودي اللي موجود في الابر ريسبيرتوري تراك. تاني حاجه عندها اللايبوبوليسكارايد في الاوتر ميمبرين، وده ليه دور في الانفلاميشن. بعد كده نعرف المود اوف ترانسميشن، هي ازاي بتتنقل من شخص لشخص. بتتنقل عن طريق الدروبلت انفكشن، ريسبيرتوري دروبلت، يعني بتنقل عن طريق الكلام، عن طريق العطس، عن طريق الكحة. يبقى لازم حاجة فيها دروبلت، فيها سكريشن، فيها افرازات، وهي تطلع مع الافرازات دي وتتنقل من شخص لشخص. طب ازاي نشخص حالة هيموفيلس انفلونزا؟ طبعا اول حاجة في التشخيص لازم اخد السامبل. السامبل اللي عندي لو في سكريشن هاخد السكريشن، لو مفيش انا ممكن اعمل سواب. ممكن لو في حد عنده تونسلايتس ممكن الاقي على التونسلز في باس، في صديد او في سكريشن، فبدخل سواب وبعمل مسحة. لو في سكريشن انا باخد السكريشن واخدها كسامبل. في سكيم بنمشي عليه في الميكروبيولوجي، اول حاجه بنعمل مايكروسكوبي، وبعدين بنعمل كالتشر، وبعدين ممكن نعمل لو في بايوكيميكال رياكشنز خاصه بالمايكرو اورجانيزم بنعملها. بعدين ممكن سيرولوجي، السيرولوجي ان انا باخد السيرم وبشوف فيه الانتي بوديز.
بعد كده البي سي ار، طبعا البي سي ار بيبقى مور سبيسيفيك وبيبقى بيطلع لي على طول المايكرو اورجانيزم، بس بيبقى اغلى شويه، فبخليه لاخر مرحله لو انا الخطوات اللي قبل كده ما عملتليش تشخيص للمايكرو اورجانيزم. اول حاجه ميكروسكوب، انا باخد السامبل وبفردها على سلايد على شريحه، بعمل سمير بصبغها بالجرام ستين، بشوفها تحت الميكروسكوب بلاقيها جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. هنشوف الصوره بتاعتها دلوقتي لونها ريد، يبقى ريد وكوكو باسيلاي. الكالتشر احنا قلنا الهيموفيلاس بتحتاج البلاد، فانا بزرعها على تشوكلت اجار. التشوكلت اجار ده عباره عن بلاد وغليته او سخنته لدرجه حراره عاليه فتحول لتشوكلت، ده بيبقى بيحتوي على الجروس فاكتورز اللي هو محتاجها الليمفوليس انفلونزا. الانكيوبيشن الحضانة عندي بتبقى عن 37 درجة اللي هي زي حرارة الجسم، وبحتاج 5% كربون دايوكسيد. بعد كده في الساتيلاتيزم، الساتيلاتيزم هنشوفه في الصورة هيبقى أوضح. الساتيلاتيزم دي فينومينا وممكن بتيجي كتير في الام سي كيو. دي عبارة ان الهيموفيلس انفلونزا بيحتاج الجروس فاكتورز، يبقى انا لو جبت بلاد ميديا وزرعت عليها ستافيلوكوكس اوريوس، واحنا كنا خدنا ان ستافيلوكوكس اوريوس بتعمل هيموليسيز للبلاد، فلما تعمل هيموليسيز للبلاد هتطلع لي الفي فاكتور. الفي فاكتور مين اللي عاوزه؟ عاوزاه الهيموفيلس انفلونزا. يبقى انا لو جبت بلاد ميديا وزرعت عليها الاثنين، فالستاف اوريوس هتطلع لي الفي فاكتور، الهيموفيلس انفلونزا هتروح ناحيه الفي فاكتور ويحصل لها جروس. هنشوفها في الصوره هتبقى اوضح. يبقى دي الساتيلاتيز ودي سبيسيفيك للهيموفيلس انفلونزا، نفتكرها كويس عشان دي بتيجي كتير في الامتحانات. بعد كده السيرولوجي، انا باخد السيرم، بعمل لاتكس اجلوتينيشن، باخد الانتي بوديز وبحط عليها اللي موجوده في السيرم بتاع العيان، بحط عليها من عندي هيموفيلس انفلونزا. لو حصل اجلوتينيشن، حصل زي تجلطات، فبقول ان دي سبيسيفيك وبوزيتيف. بعد كده البي سي ار، طبعا انا بدور على الدي ان اي بتاع المايكرو اورجانيزم، وده بيبقى مور سبيسيفيك، بس طبعا انا بلجأ له في الخطوه الاخيره لو انا معرفتش اشخص بالخطوات اللي قبل كده. هنا لو شفنا الصورة اللي فوق، دي عبارة عن سمير وصبغته بالجرام ستين، باينة الهيموفيلس انفلونزي ان هي جرام نيجاتيف لونها ريد، وان هي مش شكل الباسيلاي، شكلها اصغر من الباسيلاي، فبقول عليها كوكو باسيلاي. بعد كده في التشوكلت اجار وانا طالع عليه الجروس بتاع الهيموفيلس انفلونزا. هنشوف الساتيلاتيزم بعمله ازاي. الساتيلاتيزم احنا لو بصينا هنا للميديا او الطبق اللي عندي لونه احمر، فانا زرع عليه بلاد اجار. بعد ما جبت البلاد اجار، رحت في خط في النص لونه ابيض عريض شويه، ده عباره عن ستاف اوريوس، يبقى انا زرعت الستاف اوريوس في نص الطبق بالظبط، الخط الابيض اللي هو في نص الطبق. باقي الطبق انا زرعت عليه هيموفيلس انفلونزا. يبقى اللي عملته انا جبت البلاد اجار وجيت زرع عليه هيموفيلس انفلونزا في كل الطبق، المنطقة اللي في النص بس زرعت فيها ستاف اوريوس اللي هي الخط الابيض الغامق اللي في النص. عملت انكيوبيشن عن 37، وبعد كده بعد 24 ساعة شفت الطبق. ايه اللي شفته؟ لقيت ان الخط اللي في النص ده لونه ابيض ظهر، وحواليه اجزاء بيضاء عاملة زي شرط كده، عاملة زي نظام الساتلايت، الساتلايت اللي هو بتاع الارسال، فعشان كده بسميه ساتيلاتيز. في خطوط بيضاء طالعه كده زي شعاع من الخط الابيض، والجوانب بتاعه الطبق فاضيه. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الستاف اوريوس اللي في النص ابتدى يحصل لها جروس، فلما حصل جروس ابتدت تعمل هيموليسيز للبلاد اللي موجود في البلاد اجار، جت مطلعه الفي فاكتور. يبقى هي عملت هيموليسيز وطلعت الفي فاكتور في النص بتاع الطبق. باقي الطبق كان فيه هيموفيلس انفلونزا، هيموفيلس انفلونزا عشان يحصل لها جروث هي محتاجه الفي فاكتور، يبقى هتدور فين الفي فاكتور موجود فين، فالفي فاكتور موجود في نص الطبق، فهلاقي الهيموفيلس انفلونزا اللي حوالين الستاف اوريوس اللي طلعت لها الفي فاكتور حصل جروث، اللي هي الشرايط البيضاء اللي طالعه،
يبقى الشرايط البيضه اللي طالعه دي عباره هيموفيلس انفلونزا جت في المكان اللي فيه الفي فاكتور وحصل جروس. باقي الطبق هلاقيه فاضي لان باقي الطبق ما طلعش الفي فاكتور، ما فيهوش ستاف اوريوس، فالهيموفيلس انفلونزا ما قدرش يحصل لها جروس. يبقى الشرايط البيضه دي عباره عن هيموفيلس انفلونزا، الجزء الابيض السميك ده عباره عن الستاف اوريوس، الستاف اوريوس طلعت لي الفي فاكتور، الهيموفيلس انفلونزا اتغذت عليه فعشان كده حصل لها جروس في المكان اللي جنب الستاف، وباقي الطبق ما حصلش جروس. فده بسميه ساتيلا تيست، شكل الساتلايت. تريتمنت في الهيموفيلس انفلونزا اللي هو الثيرد جينيريشن سيفالوسبورين، بنقولها سيفالوسبورين او كيفالوسبورين الاثنين صح. البريفنشن ازاي امنع الانفكشن بتاعة الهيموفيلس انفلونزا، دي بتبقى عبارة عن التطعيمات، والمفروض ان احنا نحفظ التطعيمات بتاعة البكتيريا. مش كل البكتيريا ليها تطعيمات، فنحفظ بس البكتيريا اللي ليها تطعيمات. التطعيم بتاع الهيموفيلس انفلونزا اسمه هيب، وده اختصار ال H للهيموفيلس وال I للانفلونزا وال B تايب B، يبقى هيموفيلس انفلونزا تايب B. بيتاخد عند شهرين واربعة وستة، وبتتاخد بوستر دوز جرعة منشطة عند 15 شهر، وده بتاخده الأطفال تبع وزارة الصحة. في تطعيم اسمه تطعيم خماسي، التطعيم الخماسي ده عبارة عن الدي بي تي وشلل الأطفال والهيب اللي هو الهيموفيلس انفلونزا، بياخدوا 5 تطعيمات في جرعة واحدة، وكلهم بيتاخدوا عند شهرين واربعة وستة، وبوستر دوز عند 15 شهر. تاني مايكرو اورجانيزم اللي هو البورتوتيلا بيرتاسس، ودي بتعمل لي حاجه اسمها السعال الديكي، بتبقى كومن في الاطفال لكن ممكن برضو تحصل في الكبار. الاورجانيزم عندي برضو جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، يبقى الديزيز اللي عندي بسميه هوبينج كاف او سعال ديكي، وبسميه سعال ديكي لان الطفل وهو بيكح بيدي صوت الديك، الطفل بيبتدي يكح، وبعد كده بياخد نفس في الاخر، بسميه جاس، بيعمل جاسبينج، بياخد نفس عميق عشان يقدر ياخد اكسجين، فبيدي الصوت بتاع الديك. ايه اللي بيحصل؟ البورتوتيلا بيرتاسس بتدخل عن طريق النوز، عن طريق الابر ريسبيراتوري تراكت. الفيريلنس فاكتور بتاعها بيطلع لي اكسوتوكسين، يبقى هي بتطلع اكسوتوكسين، بتفرز توكسينز سموم. الاكسوتوكسين دي بتدمر لي السيليا بتاعه التراكيه والبرونكاي. احنا عارفين الابر سبيتري تراكت فيه سيليا، حاجه عامله زي الشعر كده، بتشتغل زي فرشه بتطرد كل اي حاجه بتحاول تدخل الابر سبيتري تراكت، اي بكتيريا بتحاول تدخل بتطردها، اي سكريشن موجوده بتطلعها لبره، فدي وظيفه السيليا. البورتوتيلا بتفرز اكسوتوكسين بتدمر السيليا دي، فبالتالي الوظيفة بتاعتها ما بتحصلش، فالبكتيريا بتقدر تدخل وبيقدر يحصل لها جروس، وبتقدر توصل بعد كده ممكن توصل لللنج نتيجة دخول البكتيريا الباسويز دي اللي هي الابر سبريتريكتات باسوي، بيحصل فيها انفلاميشن نتيجة دخول البكتيريا، ومع الانفلاميشن بيحصل سويلينج، فبلاقي الممرات دي كلها ابتدت تضيق شوية ودخول الاكسجين بقى صعب، فدي بتسبب المعاناة للطفل ان هو بيبتدي يكح علشان يطرد الحاجات اللي موجودة جوه، ومع الكحة بيبتدي يحصل الجاسبينج النفس العميق عشان الاكسجين عنده قليل فهو عايز ياخد اكسجين، فبيدي الصوت بتاع السعال الديكي. في حاجة في السلايد اللي قبل كده ما قلناهاش، ان هو ستريكت اوروب. يعني ستريكت اوروب يعني لازم وجود الاكسجين، عشان كده هو بيحصل له جروس في الابر ريسبيراتوري تراكت، لازم وجود الاكسجين عشان يحصل له جروس. الكلينيكال بيكتشر بتبقى في مراحل، اول مرحلة بسميها الكاتارال ستيج، والكاتارال ستيج دي من اسمها يعني في سكريشن، يبقى كلمة كاتارال يعني في سكريشن. اول مرحله دي بتقعد من اسبوع لاسبوعين، بتبقى حاجه شبه البرد العادي او شبه الانفلونزا، الطفل بيبقى عنده راينايتس، في راني نوز، بلاقي فيه سكريشن من النوز، بلاقي مايلد كف، الكف طبعا مش اللي هو بتاع السعال الديكي، بلاقي كحه خفيفه، بلاقي فيه عطس، ف
فدي الأعراض بتاعت برد عادي أو بتاعت إنفلونزا، فممكن تبقى مستيكن مع البرد وما حدش يكتشفها إن دي سعال ديكي. المرحلة التانية بقى يبتدي بعد ما ابتدى الأورجانيزم يحصل له جروس ويطلع الاكستوكسين ويدمر لي السيليا وابتدى يبقى فيه انفلاميشن، فهتظهر بقى الباروكسيزمال ستيج. باروكسيزم يعني نوبات، بتحصل نوبات للطفل من الهوبينج كاف او من السعال الديكي. بلاقي الطفل على فترات بيبتدي كل فترة يبتدي يكح، بس الكحة مش زي بتاعة الستيج الاولانية. الكحة دي بتبقى سيفير والطفل اللي بتلاقيه اكزهوستد جدا، تعبان جدا، والكحة على طول على طول ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، لدرجة ان هي ممكن تعمل لي فوميتنج من كتر الكحة. وبعدين بيكح ورا بعضه، وبعد كده يبتدي ياخد الجاز بالنفس العميق علشان الاكسجين عنده قل، فيبتدي ياخد الاكسجين فبيديني الهوبينج كاف. طبعا الطفل بالمرحلة دي بيبقى اكزوستد، بيبقى تعبان جدا، بيبقى باين عليه ان هو اكزوستد. دي ممكن تبقى دايجنوستيك، الدكتور طبعا من صوت الكحة ممكن يشخصها ان هي سعال ديكي، ودي بتقعد من اسبوعين لثلاث اسابيع. المرحلة دي ممكن بعد كده الطفل لو ما اتعالجش بيدخل في كومبليكيشن، الاورجانيزم هيلاقيه دخل على اللنج وهيعمل لي نيمونيا، يعمل لي التهاب رئوي. بس لو الطفل خد العلاج بدخل بعد كده في الكونفاليسنت ستيج اللي هي مرحلة التعافي او مرحلة الشفاء، ودي بتاخد من 3 ل 6 اسابيع. يبتدي بقى النوبات بتاعة الكحة بتبتدي تقل والطفل بيبتدي يتحسن مع العلاج. يبقى هنا المميز هنا في البوردتيلا ان انا عندي ستيجز في الكلينيكال بيكتشر، الاول الكاترال ستيج وبعدين باروكسيزمال ستيج وبعد كده الكونفاليسنت ستيج. هنا الصورة مبينة الطفل بيبقى اكزهوستد، طبعا مش زي الكحة العادية بتاعت البرد العادية او الانفكشن بسيطة، بتبقى باينة جدا الحالة بتاعت الطفل. التشخيص بتاع الهوبينج كاف، لو الدكتور اخد باله من الكحة بتاعت البيبي بيشخصها على طول وبتبقى واضحة. لكن لو هي مش باينة لسه في المرحلة الاولانية، انا ممكن اخد السامبل. السامبل اللي عندي بتبقى من سواب من النوز، باخد سواب من النوز، او ممكن بعمل حاجة اسمها كاف بليت. يعني ايه كاف بليت؟ بجيب البليت اللي عندي اللي انا هزرع عليه واحطه قدام الماوس بتاع البيبي وهو بيكح، فهو بيكح بتطلع سكريشن، والسكريشن دي بيبقى فيها الاورجانيزم، فممكن على طول بحطها على البليت وكأني عملت كالتشر. السمير هنا بيبقى يوزلس، لان انا لو عملت سمير هيطلع لي كوكو باسيلاي، فدي مش دايجنوستيك. في كذا مايكرو اورجانيزم بلاقي ان هو جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، فهو بيبقى يوزلس، ان هو ملوش لازمه ان انا اعمل سمير. الكالتشر اللي عندي هنا في ميديا سبيسيفيك للبورديتيلا، اسمها زي البورديتيلا، اسمها بوردت جينجو اجار، ودي بزرعها من 5 ل 7 ايام، تبقى فتره طويله شويه. علشان كده مجرد ما الدكتور بيشخص من صوت الكاف بيدي التريتمنت. شكل الكولوني بلاقيها ميركوري دروبلت ابيرنس، هنشوفها في الصوره، بتبقى عامله زي حبيبات الزئبق. التريتمنت بيبقى اريثروميسين. هنا برضو الاورجانيزم ده ليه فاكسين، والفاكسين عندي نوعين من الفاكسينز، واحد بيبقى كيلد هول فاكسين وواحد اسيلولار فاكسين. الفاكسين اللي هو تبع وزارة الصحة اللي هو الدي بي تي، وده زي اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو التطعيم الخماسي. احنا قلنا التطعيم الخماسي كنا اخدنا الدي بي تي ومعاه الهيموفيلس انفلونزا ومعاه البوليو شلل الاطفال. فهنا تطعيم الدي بي تي حرف الدي اللي هو الدفتيريا، البي برتاستس اللي هي بتاعة اورجانيزم اللي هو بوردوتيلا برتاستس، والتي اللي هي التيتانوس. فده دي بي تي بيتاخد معاه الهيب بتاع الهيموفيلس انفلونزا، وبيتاخد معاه شلل الاطفال، وبسميه التطعيم الخماسي، وبيتاخد عن 2 شهر و4 و6. هنا بين الكالتشر بتاع البوردوتيلا برتاستس على البورد جينجو ميديا، بين الكولونيز شكلها زي الميركوري، عامله زي الزئبق كده، بتبقى بارزه وبتلمع وعامله زي حبيبات الزئبق، وتبقى فيري كاركترستيك.
اخر بكتيريا هناخدها النهارده اللي هي الكرايم بكتيريوم ديفتيريا. الحمد لله الدفتيريا دلوقتي قلت جدا، ما بقاش فيه تقريبا دفتيريا، حالات دفتيريا في مصر، لان كانت مشكله جامده بتطلع لي اكستوكسنز، وممكن كان بيشنس كتيره بيموتوا بسبب الدفتيريا. الاورجانيزم عندي هنا مختلف، بقول ان هو جرام بوزيتيف. الاثنين اللي اخدناهم قبل كده كانوا جرام نيجاتيف، بتاع النهارده جرام بوزيتيف، نون متايل نون سبور فورمينج. الكلينيكال بيكتشر بتاعته بيديني اعراض زي بتاعه التونسلايت، لان الدفتيريا بيحصل لها جروس عند على التونسل، بتبتدي تتكاثر وبيتكون ممبرين، بيبقى فيه غشاء كده خفيف. الغشاء ده عباره عن الانفلاماتوري سيلز اللي موجوده في المكان ده، بتتجمع وبتعمل لي ممبرين، عشان كده بسميه سودو ممبرين. هو مش غشاء حقيقي، هو عباره عن ممبرين متكون من السيلز نتيجه الانفلاماتوري بروسيس اللي حصلت في المكان ده نتيجه وجود الاورجانيزم. بلاقي البيشنت عنده الفيفر، عنده الفتيج، عنده الديفيكالت سوالوينج، عنده السور ثروت، بس البيشنت ده بلاقيه عنده ماليز، بلاقيه تعبان، مش زي بتاع السونسلايت، لان طبعا الدفتيريا اقوى من السكريبت اللي بتعمل التونسلايت. المشكله في الممبرين ان هو ممكن يغطي التونسلز، وبعدين يحصل له اكستنشن بلاقيه غطى الفارينكس، وبعد كده يجي رايح لللارينكس. لو راح لللارينكس ده بيعمل لي ريسبيراتوري اوبستراكشن، بلاقي البيشنت مش قادر ياخد نفسه، وممكن في الحاله دي بيعمل له انتيوبيشن، بيفتحوا له فتحه في التراكيا علشان يقدر ياخد نفسه. الممبرين ده بيساعدني في التشخيص، ان انا لو شلت مسكت فورسبس وقعدت اشيل الممبرين، فلاقي تحته ابتدى يبقى فيه بلاد نتيجة ان انا شلت الممبرين، فده بفرقه بين بتاع التونسلايت. التونسلايت العادية ساعات بيبقى فيه باس لونه ابيض، فالباس ده بيبقى مغطي كل التونسل، فانا لو مسكت فورسبس او سواب وحركت الباس ده بيتحرك بسهولة من غير مشكلة. لكن الممبرين بتاع الدفتيريا لو انا مسكت فورسبس وحاولت اشيل الممبرين، هلاقي فيه تحته بلاد. بعد كده هنعرف الفيريولانس فاكتورز بتوع الهيموفيلس انفلونزا. يعني ايه فيريولانس؟ الفيريولانس الحاجه اللي عند المايكرو اورجانيزم اللي بتساعده ان هو يعمل انفكشن ويحصل له انتشار في المكان اللي هو فيه. اول حاجه الهيموفيلس انفلونزا الاي جي اي بروتيز. احنا كنا خدنا في الانتي بوديز ان في 5 انواع من الانتي بوديز. في الباثوجينيسيس بتاعه الدكتيريا زي ما قلنا الانفكشن بتبقى دروبليت عن طريق سكريشن من شخص مريض، وتدخل من النيزوفارينكس توصل للثروت، هتعمل لي السودو ممبرين اللي احنا قلنا عليه. البكتيريا بيحصل لها جروس على في النيزوفارينكس وفي الثروت، لكن ما بتتحركش مكانها، ما بتدخلش في التيشو، ما بتدخلش في البلد. هي بتطلع توكسينز، والتوكسينز دي هي اللي بتدخل في البلد. يبقى انا لو رحت البلد هلاقي التوكسينز بتاعه البكتيريا، وهي دي المشكله، لان التوكسينز دي ممكن تعدي في البلد وتروح للهارت، تروح للنيرف اندنج، تروح للادرينال جلاند، وهي دي اللي بتسبب المشكله، وهي دي سبب الديث في حالات الدفتيريا. يبقى اللي موجود على التونسلز والثروت دي الاورجانيزم، لكن الموجود في البلد اللي هو الاكسو توكسين. الدياجنوزس للسبيسمن اللي عندي، بعمل سواب للمنطقه بتاعه الثروت، بعد كده بفرد على سمير، بعمل عندي فيه تو ستينز المره دي، في الجرام ستين وفي المسلم بلو. الجرام ستين لو عملت صبغه بيها هلاقيها جرام بوزيتيف، والاقيها كلاب شيبد، هلاقي المنظر بتاعها فيها بروز كده على الطرف بتاعها. لو انا صبغت بالمثلين بلو هلاقيها بيدد. يعني ايه بيدد؟ يعني فيها زي الخرز كده على طول الباسيلاي. الكالتشر انا عندي في ميديا سبيسيفيك للدفتيريا، اللوفلرز سيرم والبلاد كلورايد. في بعض المايكرو اورجانيزمز بزرعها على كومن ميديا، يعني بزرع على نيوترانت اجار، بزرع على بلاد اجار. في بعض المايكرو اورجانيزمز لا، ليها سبيسيفيك ميديا، زي ما شوفنا في البورتوسيلا برتاسس ليها سبيسيفيك ميديا، زي هنا الدفتيريا ليها سبيسيفيك ميديا اللي هو اللوفرز سيرم والبلاد كلورايد. في تيست عندي هنا سبيسيفيك للدفتيريا اسمه الاليكس تيست، ده بشوف فيه التوكسيجينيستي، بقى اشخص بيه هل التوكسينز ده
التوكسين اللي موجوده في البلاد اللي انا خدتها هي دي اللي مسببه المشكله، وهي دي اللي طالعه من الدفتيريا ومسببه المرض، فدي بعمل اليكس تيست وهنشرحه دلوقتي. ممكن اشوف الإلايزا، باخد السيرم بتاع البيشنت علشان اشوف السيرم فيه التوكسينز او فيه الانتي توكسين. ممكن بعد كده بعمل البي سي ار وبشوف الدي ان اي بتاع الدفتيريا. هنا ده السمير بتاع الدفتيريا، شايفين الدفتيريا شكلها كلاب شيبد، بلاقي فيها الباسيلاي واخيرها في بروز كده بقول عليه ان هي شكلها شكل كلاب شيبد. ده اللوفلرز بسيرم زرعين عليه الدفتيريا، هو لونه ابيض واللون الغامق اللي في النص ده الدفتيريا الكالتشر، ظهر بتاع الدفتيريا المايكروبلاس. الاليكس تيست بشوف فيه التوكسيجينستي، يعني ايه توكسيجينستي؟ يعني هشوف الاورجانيزم اللي عندي مطلع توكسينز ولا مش مطلع توكسينز. في بعض السترينز بتاعت الدفتيريا ما بتطلعش توكسينز، وفي بعض السترينز بتاعت الدفتيريا بتبقى فلورا، فانا لازم اتاكد ان الدفتيريا الاورجانيزم اللي عندي مطلع توكسينز وهو مسبب الدفتيريا اللي عامله المشكله للبيشنت. الاليكس تيست ان انا بجيب طبق فيه ميديا في اجار، وبعدين بجيب فلتر بيبر، الفلتر بيبر دي بحطها في الانتي توكسين. يبقى انا جبت فلتر بيبر فيها انتي توكسين وحطيتها على البليت، الفلتر بيبر اللي احنا شايفينها دي بيبقى فيها انتي توكسين. بعد كده بعمل ستريكس للسامبل اللي عندي بيربنديكولار للبيبر على درجة 90، يبقى انا عملت زرق للعينة اللي عندي على درجة 90. بعمل انكيوبيشن بسيبها لمدة 24 ساعة وبعد كده بشوف لو السترين اللي عندي اللي انا زرعتها توكسيجينيك، يعني مطلعة توكسينز، هلاقي في حصل رياكشن ما بين التوكسين وما بين الانتي توكسين اللي موجودة في الفلتر بيبر، وهتديني اللاينز او الستريكس اللي هي باينة دي عند درجة 45 درجة. يبقى انا لو لقيت اللاينز دي، اللاينز دي عبارة عن رياكشن ما بين التوكسين اللي طلعت الدفتيريا وما بين الانتي توكسين الموجود في الفلتر بيبر. طيب لو العينة اللي عندي ما فيهاش توكسين، يبقى مش هلاقي اللاينز دي لان الدفتيريا عندي اللي هي النون توكسيجينيك ما طلعتش توكسين، فما بقاش في رياكشن مع التوكسينز الموجوده في الانتي توكسين الموجوده في الفلتر بيبر، فما ادتنيش اللاينز. يبقى انا بالتست ده بشوف التوكسيجينيستي، بشوف الدفتيريا اللي عندي العينه اللي عندي مطلعه توكسينز ولا مش مطلعه توكسينز. التريتمنت بالنسبه للدفتيريا مختلف، انا في كل مايكرو اورجانيزم كنا بنقول هندي السبيسيفيك انتي بيوتيك، لكن هنا في الدفتيريا اهم حاجه اقول هدي انتي توكسين، لان المشكله في الدفتيريا اللي بتسبب الديث بتاع البيشنت وبتسبب كل المشاكل اللي هو الانتي توكسين. يبقى انا لازم سوري التوكسين اللي بتطلعه الدفتيريا، يبقى لازم اهم حاجه ادي انتي توكسين علشان اعادل الرياكشن بتاع التوكسين. بعد كده بدي انتي بيوتيك علشان اموت الدفتيريا اللي موجوده علشان ما تطلعليش توكسين ثاني. يبقى اهم حاجه في التريتمنت اول حاجه خالص لازم اكتب انتي توكسين وبعدين اكتب الانتي بيوتيك. البريفنشن في الدفتيريا احنا عندنا الفاكسين اللي اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو دي بي تي فاكسين اللي هو بتاع البرتاستس وبتاع الدفتيريا وبتاع التيتانوس، وبديه قلنا زي ما قلنا بديه مع الانفلونزا وبديه مع الهيموفيلس انفلونزا وبديه مع البوليو اللي هو الخماسي عند شهرين واربعة وستة وبوستر دوز عند سنة ونص. يبقى احنا عرفنا البكتيريا بتاع الابر ريسبيراتوري تراكت، خدنا ثلاثة مايكرو اورجانيزمز اللي هم الكومن، خدنا الهيموفيلس انفلونزا وعرفنا ان هي ما بتسببش انفلونزا، عرفنا ان هي بلاد لافر وبتحتاج الفاكتورز اللي هم الفي والاكس، عرفنا الحاجه المميزه فيها اللي هو الساتيلاتيزم وشرحناه، عرفنا ان ليها فاكسين بسميه الهيب فاكسين. بعد كده خدنا البورتيتيلا برتاسس وعرفنا ان هي بتعمل هوبينج كاف، والحاجه المميزه اللي فيها ان هي الكلينيكال بيكتشر بتاعها في ستيجز الكتاره البارجوزيزمال والكونفاليزنت، وعرفنا ان الكالتشر
بيبقى على specific media اللي هو بورد جينجو ميديا، وفي فاكسين اللي هو الدي بي دي فاكسين. الدفتيريا عرفنا الفيرونس فاكتور بتاعها اللي هو التوكسين الاكسوتوكسين اللي بتطلعه، وهو اللي بيعمل مشكله في الدفتيريا، وعملنا تشخيص للتوكسيجينيستي بتاع الدفتيريا عن طريق الاليكس تيست. والتريتمنت اهم حاجه قلنا الانتي توكسين، وبعدين الفاكسين اللي هو الدي بي تي فاكسين عند شهرين واربعه وسته، بوستر دوز عند 18 شخص.